يا عمر، انت كنت في جامعه تبوك اداره اعمال او كنت كيمياء فعلا. حولت اداره اعمال صحيح مضبوط فعلا. في اشياء كثير حقيقه حلوه، لكن بعض الناس يقولون ان عمر يعصب بسرعه. بالله الشكل ذا يعصب. انا اسالك على الملاحظات، خلي شكل. انا اشوف انها اشاعات اكثر من انها حقيقه يعني. ولو ترجع اشاعات لو ترجع للبرنامج يعني اجيب لك بعض المواقف اللي خلاص والله اني اعصب بسرعه. اي وعندي النفس شينه شوي يعني، عرفت؟ بس مو بكل وقت يعني. وش اللي خليك تعصب؟ ليش تعصب يا اخي؟ بعض المواقف، كل المواقف، كل شيء، كل شيء يخليك تعصب. هذا خايف من المواقف. هذا وش عندي عشان ما يجيب المواقف؟ لا والله شوف، في حاجات احيانا تنرفز الواحد. أنا من الأشخاص اللي ما أعرف. وش أكثر شيء ينرفزك؟ قول وش اللي ما ينرفزني؟ وش اللي ما ينرفزك؟ لا في شيء، كل شيء ينرفزك، بس في شيء زود يعني أكثر شوف شيء. شوف أنا ممكن المشكلة لو قلته خلاص صارت الناس تعرفه يدورون، ممكن تستخدمه علي. صحيح. أها سليم. فأنحد ولا هو شيء واضح ويصير كثير يعني، وحتى العيال يمكن علمت بعض الشباب يعني، لكن بصراحة ما ودي أصرح فيه علشان ما تؤخذ علي. طيب، اني اتنرفز منها بشكل لا يعلم الا الله. في اشياء كثير وانا ما بدي اقول بعضها، وان كان بعضها حيجي في الطريق. بعض الجمهور يقول هل في شيء مزعل عمر في الايام الاخيره؟ ينتقد كثير بعض الاشياء، يهدد شوي الجمهور، ما راح اطلع. لا يفكر انه لا. في شيء مزعلك؟ لا شوف والله ما حتى يعني معترض على الاكل يبدو، على بعض الاشياء. ها في اعتراضات كثيره عندك، ايش المشكله؟ شوف انا الناس تبغى تشوفك مرتاح يعني، ما شوف يعرفون ايش اللي مزعلك. شوف انا في وقت البرنامج لي وضعي الخاص، عرفت كيف؟ وبرا البرنامج لي وضعي كمان الخاص اكيد، ومع اخوياي لي وضع يعني زي كذا، عرفت؟ فاحيانا بعض الامور تستوجب انك يكون عندك انتقاد، عندك رده فعل، عندك يعني الشغله ما يبنى على طول هذا طبع عمر، لا. بس احيانا لابد انك يعني يكون عندك رده فعل، يكون عندك انت تعتبر ردود الافعال هذه طبيعيه. احيانا توصل لعبارات بعض الجمهور يقول، حتى تعليقاتك في تويتر بعض العبارات. شوف شوف. أنا يعني يشوفونها كبيره. صح, صح شوف انا فاهم الوضع وعارف ايش السالفه، لكن انا من طبيعتي احب ايش يسمونها ذي اصياحكم ضرب ذي، ايش يسمونها يعني استفزاز. ها لا الإثارة تعتبرها نوع من الإثارة. الإثارة ذي والأكشن هذا شيء جميل جدا. بالحين انت تحاول يعني تبرر لنفسك الزعل الموجود عندك، وان هذه الأشياء تطلع عفوية، انت الحين بتسميها إثارة. شوف اللي يعرف عمر صح، ويمكن اغلب الشباب هنا عارف الوضع، احيانا ابين للناس اني انا متنرفز، فهمت الوضع، واغرد واسوي حاجات، لكن هذا من طبيعي يعني. احيانا اذا انهزم احد الافرقه يعني مثلا يعني موجوده صوره الفريق على حسابك في تويتر، كيف؟ ما يحتاج تقول. اذا انهزم هذا الفريق فهذه باستطاعتي اني ما غير، خاصه اذا قلنا له انه المساله صعبه قويه ولا شيء. لا صح لا صح, صح كذا وضعك. انا اعتذر عنك. هذه من الاشياء اللي تزعلك؟ شوف من الاشياء اللي تزعلني يعني، في حاجات يعني يمكن بسيطه تشوفونها لكنها تزعلني، ولكن احيانا يكون من ناحيه الاثاره، من ناحيه انه تصنع جدل، من ناحيه بس انت تزعل حقيقه، خليه انت تزعل حقيقه. في زعل ما يخالف، فلما الزعل يصاحبه اثاره ويصاحبه جدل خير وبركه، يصير انت ما خسرت كل شيء، بس زعلان على الغير فائده. بس تشعر ان الموضوع يستحق كل هذا الزعل؟ احيانا حتى اشياء بسيطه ما تستحق يعني، فيما يتعلق بالفريق او بغيره او بلعب كوره، انت تعصب كثير في الموضوع ده. انا شخص ما احب انهزم، سواء الشيء اللي معي ولا الشيء سواء اللي انت والفريق اللي تشجعه، او حتى لو لعبه بلاي ستيشن بلوت. اونو ما نقول بلوت، اونو، حتى لعبه اونو. في مشكلة في البلوت يعني؟ لا مو مشكلة، بس يعني عشان الاونو يلا يا اربعة يعني اشوفك متحرش. لا مو متحرش، بس الاونو عشان تلعب بلوت يا عمر؟ اي العب بلوت. طيب مش المشكلة، احنا ماني مشكلة والله، ما قصة مشكلة، بس فهمت اللي بسوي ظريف وقفطتني انت. يلا كويس. طيب بس الوضع خف الحين؟ لا خف كثير في النرفز، مو مثل اول. خف يمكن في، كيف اقول لك، في اشياء واشياء لا. عرفت؟ وش الاشياء اللي خف فيها؟ عشان ما نقربها. لا خلها كذا طيب مبهمة. بروح لي انا، بدخل في اسئله الجمهور على طول حقيقه، و
انتقادات الجمهور وملاحظاتهم على العين والرأس. نعم.